إذا لتسليط الضوء على الملف الإيراني في ضوء إعلان طهران دخول تخصيب اليورانيوم مرحلة جديدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أستاذ حسان مرحبا بكم. يعني بالتزامن مع إعلان إيران بداية مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم، ماذا تبقى من الاتفاق النووي بين طهران والأطراف الدولية؟ إيران تراهن على الوقت وكسب الوقت لتطوير برنامجها النووي لحماية نظامها واستقرار هذا النظام رغم العقوبات الدولية ورغم الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. إيران تحاول استنساخ النموذج الكوري الشمالي. كوريا الشمالية رغم قمعية هذا النظام ووحشيته إلا أنه يحمي وجوده واستقراره بالسلاح النووي والصاروخي الذي يمتلكه. إيران تحاول استنساخ هذا النظام، سلوك هذا النظام وسياسة هذا النظام لترسيخ حضورها ودورها في المنطقة، كما أنها تحاول إثارة القلاقل والمشاكل والصراعات في محيطها العربي لحماية نظامها بحيث يكون المشاكل والاشتعال الحروب الأهلية والصراعات محيطة بها ولكن ليس على أرضها. لذلك التزام إيران بالقرارات الدولية غير مجدي على الإطلاق، ودائما تحاول خرق هذه القرارات. إيران لم تلتزم بقرار منع تصدير الأسلحة من إيران إلى محيطها. إيران لم تلتزم بأي قرار دولي تم اتخاذه في مجلس الأمن أو من خلال مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخمسة زائد واحد. لذلك إيران تحاول تطوير منظومتها الصاروخية وأسلحتها النووية لحماية نظامها وجعل الواقع النووي الإيراني أمراً مفروضاً على محيطها الإقليمي وكذلك على المجتمع الدولي. وهل تراهن إيران أستاذ حسان على تغير السياسة الأمريكية تجاهها بعد فوز جو بايدن؟ دائماً إيران تحاول الرهان على متغيرات دولية متوقعة، لأن الأنظمة الديمقراطية دائماً ما تحمل متغيرات كثيرة، سقوط رئيس ونجاح رئيس أو رئيس وزراء يتغير، بينما في إيران النظام مستقر. الخامنئي هو الحاكم الفعلي في إيران، هو سلطة المرشد منذ عام 1989 إلى الآن، أي أكثر من 3 عقود، والنظام الإيراني مستقر. مشروعه واضح، يهدف إلى ترسيخ حضوره في إيران بحيث يكون قوية لدرجة عدم القدرة على تغييره، إضافة إلى توسعه وتمدده في محيطه العربي والدولي. فهذا النظام مستقر رغم التغير الشكلي في رؤساء الجمهورية في إيران، لأن دورهم هو شكلي وليس فعلي، لأن السلطة الحقيقية هي بيد المرشد والحارس الثوري الإيراني. بينما في العالم الغربي هناك متغيرات دائما، وهذا ما يراهن عليه الإيرانيون، أن تغير السياسات الغربية يتنوع بحسب الرئيس القادم، وهذا ما كانت تراهن عليه من سقوط ترامب وحضور بايدن الذي كان نائبا للرئيس السابق أوباما والذي كان موافقا على الاتفاق النووي الإيراني ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ حسان، يعني تحدث تقرير أممي عن مضاعفة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، في هذه الحالة كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع النشاط النووي الإيراني؟ هل يعني نتوقع عقوبات جديدة تفرض على طهران؟ العقوبات لم تعد تنفع أو تجدي نفعا، لأن إيران تراهن على فرض أمر واقع في المنطقة وعلى المجتمع الدولي والمجتمع الغربي بشكل عام. لذلك احتمالات وقوع حرب أو صراع في المنطقة أصبح احتمالا كبيرا، والحشد العسكري الذي نراه والتحالفات التي نراها في محيطنا تنبئ بشيء خطير قد يجري في المنطقة، لأن العقوبات رسخت أن إيران تحاول تقوية مشروعها النووي وترسيخه لفرضه على مجتمعنا العربي والمجتمع الدولي، حيث لا يمكن مواجهة دولة تملك إمكانيات نووية كما الهند وباكستان ودول عديدة. لذلك لا يمكن التفاهم مع إيران، وكل تفاهم أو اتفاق هو عملية شراء وقت من قبل النظام الإيراني لتطوير إمكاناته وفرض أمر واقع على المجتمع الدولي. هناك مطالبات أستاذ أحسان، مطالبات دول أوروبية طهران بوقف انتهاكات الاتفاق النووي، وبالتالي يجب أن تلتزم طهران ببنود هذا الاتفاق. ما مدى إمكانية التعويل على تغير الموقف الأوروبي تجاه نظام الملالي في إيران؟ الموقف الأوروبي دائما يلتحق بالموقف الأمريكي، لأن إمكانيات أوروبا
هي ضعيفة في الحقيقة. طيب. وكانت تحاول أوروبا أيضا التفاهم مع إيران، أو على الأقل لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر وحث إيران على الابتعاد عن تطوير برنامجها النووي أو الصاروخي، ولكن تبين أن إيران تستخدم أو تستغل الموقف الأوروبي الهادف إلى تقريب وجهات النظر لكسب مزيد من الوقت وتطوير برامجها سواء الصاروخية أو النووية. فلذلك أوروبا الآن محرجة بحيث لا تستطيع أن تقدم أي وجهة نظر جديدة أو خارطة طريق لتطوير التفاهم ما بين المجتمع الدولي وإيران، لأن إيران لم تلتزم أساسا بأي اتفاق دولي سواء كان مع أوروبا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا المفصل تعتقد يعني انعكست العقوبات الأمريكية على السياسة الإيرانية في المنطقة؟ هل هناك انعكاس واضح يمكن من خلاله أن يؤثر على العلاقة بين إيران وبين دول المنطقة؟ من المؤكد أن إمكانيات إيران للتدخل في الدول العربية ومحيطها أصبحت أضعف من السابق نتيجة العقوبات الأمريكية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الإيراني وقدرة إيران على دعم أدواتها وحلفائها في المنطقة، وهذا ما نشهده في لبنان كما نشهده في أي منطقة أخرى. ولكن إيران كما ذكرتم في تقريركم الأولوية لديها هي حماية نظامها ورعاية أدواتها، فلذلك الشعب الإيراني يعاني من الفقر، من قلة الرعاية الصحية، من كثير يفقد الكثير من الضرورات الحياتية التي تؤمن له حياة لائقة لصالح تطوير المنظومة العسكرية وخدمة المشروع التوسع الإيراني في المنطقة. فلذلك إيران أولويتها هي الهيمنة والتوسع وليس النهوض بالشعب الإيراني وتطوير إمكاناته الاقتصادية وتنمية حياته الاجتماعية. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.